معتز سراج الحاج يا سراج يا معلم الشياكه دي مش عارف انا مش عارف ايه ده يا سراج بص انا في مصيبه فعلا قلبين الدنيا عليك جوه يبقى اكيد عارفه بحكايه الوليه وليه ايه الوليه دي انا ما اعرفهاش صدقني انا حتى مش فاكر حاجه خالص يا معلم مفيش وليه دي المصلحه اتقلبت امبارح والبوليس قلب الدنيا على سرقها وبيحققوا مع كل الموظفين طبعا وانت طبعا عشان ما جيتش امبارح عاملين دور ايه اللي انت قلته ده يعني ايه ما جيتش امبارح اه ما جيتش امبارح يا عم امبارح ما انا كنت معاكم معانا فين يا ابني امبارح التلات استاذ معتز ما تشرفناش كنت فين امبارح يا استاذ معتز انا فاكر ان انا كنت هنا يا ابني ما تكذبش على الباشا بتقولي كنت فين كنت هنا لا انت ما كنتش هنا طب هو انا ليه ما جيتش انت بتسالني انا طب اسال مين كل الموظفين كانوا هنا الا انت ما جيتش طب هو في حاجه حصلت في حاجه حصلت بس ايه هي انا مش فاهم يا ابني اللي انت بتقوله ده معلش يا فندم انا مش مستوعب اصلا يا ابني ما تفرضنيش كنت فين امبارح مش فاكر انت هتستعبط يلا